نلعب يعني زي ما قلت لك قبل ما ادخل الهواء، انا بقالي اسبوعين بتكلم على الاهلي بس. خلينا النهارده نتكلم نخصص شويه عن الزمالك. فرصه بقى، فرصه نتكلم عن الزمالك. لا مش فرصه، هو انا وجهه نظري ان الزمالك هو يعني اقوى فريق حاليا في الدوري المصري، وبيمتلك عدد من اللاعبين سواء الاساسيين او على الدكه مميزين جدا. لكن ايه سبب الخروج؟ هل كان استهتار الماتش امبارح؟ بص، احنا مبدئيا ان احنا لازم نشكر، يعني احنا مش كل ازمه نيجي نقول مثلا الاهلي والزمالك وحشين ونغفل حق الفرق الثانيه. الاتحاد السكندري امبارح قدم مباراه عظيمه كبيره جدا. كابتن حلمي طولان واضح جدا ان هو كان عارف هو عايز ايه من الماتش، كان مقسم الماتش على مراحل. شفناه في البدايه بيلعب مع الزمالك دفاع ضاغط، بيمنع الزمالك، بيحرم الزمالك من الاجناب بتاعته ان هي تصنع الفرص، ضاغط على فرجاني ساسي. بعد كده نزل تغييرات هجوميه، شفنا بناهيني نازل في قبل الماتش ما يخلص بربع ساعه، اللي هو الفتره التوقيت المميز ان انت تخطف فيه جون ترجع بيه نفسك تاني للماتش، عشان انت كنت مغلوب في اسكندريه 1-0. كابتن حلمي اتعامل نفسيا كويس جدا مع اللعيبه، بدليل ان هو جابهم معسكر مغلق من يوم الثلاث في القاهره، قافل عليهم من يوم الثلاث. تصريحاته قبل الماتش كانت متوازنه، كان بيتكلم عن قدره فريقه على تحقيق الفوز والعوده مره اخرى المباراه والصعود للدور التالي، في نفس الوقت بيتكلم بشكل كويس جدا عن نادي الزمالك وبيحترم نجومه والصفقات اللي موجوده فيه والاسماء اللي موجوده فيه، ففاز الفريق الافضل. اما بالنسبه لنادي الزمالك، الزمالك بيتعامل ثقه زياده امبارح، تكبر، كان متكبرين على الكوره. اعتقد ده ناتج من اللعيبه عندها قله خبرات. شفنا مثلا على مدار الاسبوعين اللي فاتوا السوشيال ميديا بتمجد في لعيبه نادي الزمالك، بالرغم ان هم ما فيش حد فيهم فاز باي بطوله، مجرد ان الاهلي بس بيخسر فاللعيبه فرحانه بخساره الاهلي وبتصدرهم للدوري وده حقهم، بس ده ما فيش عامل نفسي في نادي الزمالك، ما فيش تهيئه نفسيه، اللعيبه ما فازتش ببطولات. ما ينفعش انت في نادي كبير زي نادي الزمالك تفرح ان انت بتكسب ماتش او بتكسب اتنين او بتتصدر بطوله الدوري في ظل ان المنافس التقليدي ليك مؤجل له 7 مباريات، ده ما ينفعش. انت لعيب كبير في نادي كبير، المفروض تكمل تلعب على بطوله. شفنا امبارح جروس كان نايم جدا خالص، ما كانش عارف هو عايز ايه من الماتش، اللعيبه بتلعب بفرديه شديده. طبعا غياب طارق حامد عن نص الملعب افقد الزمالك نص قوته، زي ما بنقول نص الملعب كان لصالح الاتحاد السكندري في ظل تالق نور السيد ومجموعه اللعيبه اللي دفع بها الكابتن حلمي طولان. فنقدر نقول في الاخر ان فاز من يستحق، وان الزمالك ده توديع البطوله العربيه مصلحه في الزمالك، يعني لصالح الزمالك، هيتفرغ لبطوله الدوري، هيتفرغ لبطوله الدوري، وهيقدر يثبت بقى لنفسه اذا كان ان هو فريق فعلا هيقدر يرجع لمنصات التتويج مره اخرى ويقدر ياخد بطوله الدوري، البطوله اللي بيحلم يستعيدها مره ثانيه، ولا يقدر نقول ان الزمالك فريق هيلعب فريق موسمي، هيلعب بطولات مباريات بشكل كويس، بعض المباريات بيقع فيها، بعض المباريات بيكسبها، بس ان المحصله النهائيه مفيش بطولات. لكن في الاخر هو بيمتلك قائمه كبيره من اللاعبين المميزين جدا، يعني الزمالك مع افضل لعيبه موجوده في الدوري المصري، مع افضل لعيبه موجوده على الدكه في الدوري المصري، ومدير فني تحس انه قائد في الملعب، ومعاه فرقه ثانيه معاره. يعني انت لو بصيت لاسماء المعارين امبارح، يعتبر الزمالك به بيلعب نص الفرقه الاتحاد السكندري اغلبها كلها طبعا من الزمالك، اللعيبه اللي هي الزمالك اعارها واللعيبه اللي الزمالك مشيها. بس هو جروس امبارح اخطا في التعامل، تحس ان هو نازل انا هكسب في اي وقت، انا اللعيبه هتجيب جون في اي وقت، والزمالك كان محتاج الهزيمه دي عشان تقدر تفوقه ويقدر يكمل في الدوري لو هو حابب ياخد بطوله مره. كان في قرارات مجلس الاداره بعد الهزيمه؟ انا شايف ان القرارات دي كانت متسرعه، انت كنت المفروض الاول تستنى تشوف اللعيبه ايه اللي حصل. القرارات الاول اللي هي خصم شهر، قرارات خصم شهر راتب وخصم نصف المستحقات للاعبين كلهم مبالغ فيها جدا، انت بتخصم لي نص عقدي عشان خاطر مباراه في بطوله عربيه، مش بطوله، يعتبر مش بطوله رسميه، مش مطلوب مني ان انا افوز بيها، انا مطلوب مني ان انا افوز بدوري وكاس وافريقيا لو بشارك في افريقيا. فقرارات متسرعه جدا، انت ممكن تخصم، شفنا النادي الاهلي بيخصم من اللعيبه بعد الاخفاق الافريقي والاخفاق العربي، بس بشكل الاعلان في نفس التوقيت الاعلان وطريقه الاعلان بتختلف من نادي لنادي. شايف ان القرارات دي ممكن تاثر على اللعيبه، خصوصا ان كان في استقرار كبير اداري وفني الفتره اللي فاتت. شايف ان قال جروس هيقبل بتدخل مرتضى منصور زي ما قال امبارح ان انا هتدخل في التشكيل وارجع اقول اللعيبه دي ما بتلعبش ليه واللعيبه دي بتلعب ليه، هل ده كله هياثر على نادي الزمالك؟ الفتره الجايه اللي هتحكم اذا كان نادي الزمالك هيقدر يستعيد كابوته، يقوم من كابوته سريعا ويكمل في الدوري، ولا هيقع ويرجع الزمالك تاني زي زمان في الموسم اللي فاتت اللي احنا شفناه. بس تحس ان جروس قوي شخصيه سواء على اللاعبين او حتى يعني قدر ان هو يفصل بين اللاعبين، بين فرقه الكوره ومجلس الاداره. ده اكيد طبعا، وبعدين قوه شخصيته بتبان في حاجه ثانيه، بتبان ان انت عندك عدد كبير جدا من اللعيبه مستبعدين وما سمعناش في يوم ان في لعيب بيتذمر او لعيب مش عايز يشارك او لعيب بيطلب الرحيل، دي قوه شخصيه. بس هل هو فنيا بيرضي طموحات نادي الزمالك او طموحات جماهيره؟ اعتقد لحد دلوقتي الانتصارات مساعداه برضه. الانتصارات مساعداه وغياب وغياب الاهلي، خد بالك الاهلي المنافس التقليدي للزمالك بيشكل ضغط كبير جدا، خصوصا وده اللي عامله الزمالك، يعني الزمالك عامل ضغط على الاهلي بفوز المتتالي في الدوري. خلينا نكون واقعيين، الاهلي والزمالك هم الفريقين الوحيدين في مصر ومعاهم بيراميدز من بعيد اللي قادرين على المنافسه، فلما بيكون فريق فيهم واقع الفريق الثاني بياخد روح معنويه عاليه وبيكمل، لما بيكونوا الفريقين اقوياء بيبقى في ضغوط كبيره جدا على اللعيبه. وزي ما قلت لك لعيبه الزمالك فرحت
ان هي فازت 6 مباريات في الدوري بغض النظر عن يحققوا بطولات، ده راجع لقله الخبره اللي عنده.